احدى السكنات العسكرية. يا حرام. سابقا هذا جيب دولة. هاي المكتب كان هاي كم مكتب سابقا؟ شوف الى اللقاء يا كلاب الاسد، نحن قادمون. تمام فكتوا هذا جايين لعين. كل يوم بعث لي 10 و 15 واحد وصل جمال هذا. قلنا العلوية ما يضحك اليوم. ها بدي اقتلكم هذا، والله بدي اقتلكم. شقوا عنه، شقوا. اذا عساكروا عم يهربوا، انتو يا مساكين شو عم تعملوا؟ عساكروا بيتركوا المواقع وبيهربوا. والعكس هو صحيح، تحرير الاسلام. اسمع، تحرير اراضينا المحتلة من عصابات الاسد هو هدف اساسي، وموقعه في المقدمة من سلم الاولويات الوطنية يا طائفتنا العلوية. من اقوال العرعور، من اقوال السيد الشيخ عدنان العرعور شيخ المجاهدين. هادي حاطينا بالسكنة عندهم على اساس جيشنا جيش وطني، وجيشنا اسمه حماة الديار. طلع الجيش بفر مثل الجرزان وما خرجوا يحمي حاله. بقى كيف هادون الشباب المساكين الطائفة العلوية اللي شادين ظهرهم فيهم لهادون، كل يوم بيغنوا لهم حماة الديار، ما بعرف شو من هالحكي هذا. ومن اول بتمنى يطلعوا مظاهرات ضد الرئيس وينشقوا عن هالجيش هذا، مشان نعاملهم مثل اخواتنا. ان شاء الله هن مثل اخواتنا ان شاء الله. والا كل من رفع السلاح وكل من قاوم، والله بدنا ندوسه بنعالنا. والله على ما نقول شهيد. وهاي بداية الجيش تبعنا.